حياكم الله مرة ثانية وأعزائي. على الرغم من التداخل والارتباط ما بين الأسنان واللثة، لكن إن تم إهمالهم فإن الرحلة بينهم راح تكون طويلة ومؤلمة. المريض يلقى نفسه مضطر بأنه يبدأ هذه الرحلة الصعبة اللي يخشاها الكثير للأسف للحين، واللي طبعا تبدي وتنتهي عند طبيب الأسنان. ولا شايفة غادة؟ أكيد يا عبد الرضا. وما بين أمراض الأسنان وشكلها الجمالي تتراوح الأسباب اللي تؤدي إلى مراجعات الأسنان، بين علاج أو تركيب أو زراعة أو تجميل تحتها خطين. وهذا موضوعنا اليوم مع ضيفتنا الدكتور مها عبد السلام، أخصائية تجميل وطب الأسنان الشامل. يسعد صباحك، حياك الله. صباح الخير، شرفتينا. والله أنا شرف لي ومشكوني على الاستضافة. يا حياك الله والساعة المباركة. حديثنا وايد راح يكون أجمل بعد هذا التقرير. إذا رحب بالدكتورة مها بسلام مرة ثانية، حياك الله. ويكشفنا بالتقرير بأن يعني تطور طب الأسنان ومر بمراحل عديدة، وتحت الهواء كنا قاعد نسولف أيضا حضرتك نقلت يمكن من أكثر من مكان. أبي نظرة الدكتورة نفسها لطب الأسنان واللي خلاها تدش في هذا المجال، وهي شلون أصلا شايفة مثل هذا المجال؟ بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أنظر لطب الأسنان كفن، كون أنا مجالي تجميل الأسنان. صحيح. يعني عبد الرضا أنا من صغري أحب الرسم، وخلي كل دكتور كان شاطر دراسيا، هذا خلنا منها، والله كنت الشاطرة والأولى وهالكلام منه فايدة الحين، بس من ناحية الرسم كان شغفي. أحلى شيء بعد رسم الابتسامة. ولا يزال، عرفت شلون؟ فلقيت يعني بتجميل الأسنان شيء يعني مرضي ومشبع، اللي خلينا نقول الشغف هذا اللي فيه. فهمت علي؟ فشنو أحلى من أن أنت يعني تمارس عمل يسعدك ويسعد غيرك. صحيح. رسم الابتسامة يحتاج دائما نظرة الدكتور تكون حلوة. صح. عشان كذي لو تلاحظ ما تتشابه أعمال الدكاترة. أنا دائما أعتبر يعني with time، مع الوقت في دكاترة معينين تلمع أسماءهم أو تبرز أسماءهم يصيرون نفس البراندز. صح. يصير كل واحد للمسته حلو. أن يعني أنا وايد مرضى يقول دكتور ترى شفنا الصورة عرفنا أن أنت قبل أن نقرأ اسمك. واو حبيت. لأن عرفوا مثلاً لمستي أن أنا أحب مثلاً تفاصيل طبيعية، أو القصة اللي تستخدمينها. القصة ما أحب الشكل الأوفر، يعني حلو الشيء هذا مع الوقت. فتجميل الأسنان كل الدنيا نوع من أنواع الفن بالنسبة لي. جميل جداً وضروري، يعني خاصة تخصص تجميل الأسنان يحتاج إلى الدكتور يكون فنان في رسم الابتسامة. طبعاً. كل وجه له طريقة، خاصة لما يولج ويبون أبي نفس هالقصة، أبي نفس هالأسنان، وما يطيح عليها هذا الشيء. صحيح. فبالتالي تحتاجين تقنعينهم. بس ليش نخاف من طبيب الأسنان؟ ليش يخوف؟ ودي أنا أسألك غادة، ليش تخافين من طبيب الأسنان؟ يعني شوفي، هو مع التخدير الواحد تضيع عند إيش قاعد يسوي الدكتور، لكن يمكن طحنة الدريل هذه شوي تعور الرأس مثلاً. إيه. هذا تخلي الواحد يتأذى. لا أبداً. بعدين ما شاء الله يعني في عصرنا الحالي طب الأسنان صارين يعني على قدر عالي من المهارة، وأيضاً يعني عندهم هذا الحس الجميل إن يكونون وديدين جداً خلينا نقول مع زبائنهم. لكن من خلال خبرتك ليش تشوفين يمكن البعض ما زال يتردد في الذهاب إلى العيادة؟ شوف، طب الأسنان أغلب طبعا اللي يخافون من طبيب الأسنان الحين عادة يكونوا تعرضوا لتجربة سيئة في السابق. صحيح. يعني يقولون والله إحنا يا هال مثلا ربطونا، ولا طقني الطبيب، ولا صرخ علينا، خرعوا بالإبرة مال التخدير، أو تعاملوا معه بطريقة عنيفة. بصفة عامة طب الأسنان تغير. صحيح. وقطع شوط كبير. يعني أنا من أيام ما أنا كنت بالجامعة صار التركيز الحين على أن إحنا نعطي المريض تجربة جميلة. حلو. يعني صار مقياس نجاح العلاج مو فقط حشوة زينة ولا تركيبة ممتازة، مقياس نجاح العلاج الزيارة ككل، الاكسبيرينس التجربة، شلون المريض يطلع يقوم من الكرسي وهو مرتاح سعيد يذكرك بالخير ويرجع لك. صحيح. مو ينحاش منك. صحيح. لأن لقوا أن العامل هذا يلعب دور وايد في تفشي أمراض الأسنان واللثة. صحيح. وايد ناس بسبب الخوف يهملون طبيب الأسنان ما يروحون ليهم العوار اللي بعد ما يخليهم يرتاحوا. فأنا يعني إذا كان بعطي نصيحة بهالموضوع بعطيها حق الأهالي، يعني بلشوا مراجعة طبيب الأسنان مع عيالكم من الصغر قبل حدوث المشاكل. صحيح. إحنا للأسف نودي الياهل متى؟ اللي قال لي قال أخبر سيعورني. صح؟ صحيح. فعادة يكون العلاج طارئ ومرتبط بالألم، قصبنا عليه لازم راح مثلا يعطي الإبرة ولا يحفر سنة. كان أول مرة بس مجرد فولشينج خذها على لعبة خلاص، ليش يخاف؟ يصير أخوة يحب. من وين راح تيجي لمبدأ الخوف؟ صح. والشغلة الثانية الراعي كلامنا حوالين الأطفال،
مو مثلا اذا صرت شيطان بعاقبك وديك يقزونك ابره، ولا مثلا نقول سالفه تخرب قدامهم. اي عرفت شلون؟ زين ذكرتي هذا تصحيح المفهوم هذا من الصغر شيء وايد مهم. شلون صحح باقي المفاهيم؟ البعض لعله يعني يهمل شوي يقول انا سهل خلاص يبقى اروح الدكتور ويزرع لي سن مثلا او يسوي لي اي شغله، فمدى يعني امكانيه تصحيح مثل هذه المفاهيم المغلوطه؟ طبعا الوقايه خير من العلاج. اذا انت قللت من المشاكل اللي تحدث لاسنانك راح يعني توفر على نفسك خلينا نقول الام وقت وتكاليف. في حاله كان علاجك مثلا لازم يكون في القطاع الخاص، طبعا الدوله ما قصرت وما شاء الله يعني دكاتره على اعلى مستوى واستثمرت بعيالها وطرشت يعني الدكاتره حق اقوى جامعات بالعالم. صحيح. ولكن مثلا العلاج التجميلي مو متوفر بالقطاع الحكومي، لازم تروح القطاع الخاص. فأنا إذا أهملت أسناني من الناحية التجميلية، تسوسات على وجه الأسنان، كسور، تصبغات، هني لازم أن أنا الحين يا الوقت أني أصلح هالشيء بسبب أهمية الابتسامة. إحنا الحين صرنا بزمن الابتسامة فيه مهمة. والله طول عمرنا الابتسامة مهمة، بس يمكن الحين يعني مع الانفتاح الإعلامي أكثر مثل ما تفضلتي بأنها صارت جدا مهمة. صارت أهم. نعم. فهمت علي؟ يعني لو تلاحظ حتى إعلامياً على مر التاريخ ما شاء الله انتم مذيعين ابتساماتكم تجنن. الله يحفظك. بس مثلا لو تلاقي الاعلاميين القدم مع احترامي لهم ما تلاقي يعني يعطون الموضوع هذا هالاهميه. صحيح. ممثلين يطلعون بالتلفزيون ما كان عندهم الابتسامه بهذه الاهميه، ومنها طبعا جت التسميه ابتسامه هوليوود التي امامهم طبعا في عالم هوليوود. الموضوع نعم جميل جدا. يمكن دكتور اكيد لك نصيحه دائما تقدمينها للناس عموما سواء عاملين تجميل في اسنانهم او لا، في أهمية أن يكون هناك الفحص الدوري. شنو هي أهميته ومتى لازم يسوي الواحد، وخاصة اللي مسوين تجميل بالأسنان مركبين فينير أو غيرها، فشنو المفروض عليهم يسوونه؟ الفحص الدوري وايد مهم. احنا دائما نطلب من مراجعينا زورونا مرتين بالسنة. حلو. زين حلو. مو زوروني كل سنة مرة. انت قاعدة تضحكي. مرتين كل ست أشهر يعني. ايه كل ست أشهر. عشان نشيك على الأسنان، نتأكد أنه ما في أمراض لثة، تراكم للجير. وايد يقولون دكتور إحنا ننظف عدل في البيت. صحيح. نستعمل الفرشة والخيط، ليش نجيكم؟ ممكن يكون في مشكلة أنتم مو شايفينها. صادق. فأفضل أنكم تيون كل ستة أشهر قبل تكبر المشكلة هذه تتفاقم. صح. في حالة تجميل الأسنان يعني أنا مثلا شخصيا مركزي مع مجموعة دكاترة سوينا قانون في حالة تجميل الأسنان. شنو؟ احنا نعطيه مثلا كفاله على الابتسامه اللي احنا نسويها. حلو. حطينا شرط من شروط الكفاله. شلون يعني الكفاله؟ شو تسوي الكفاله؟ الكفاله مثلا انا الحين ركبت لك ابتسامه. زين. الابتسامه هذه احنا دائما نقول حق مرضانا انها مكفوله منه. ان يعني كسر او اي شيء ضمان. في حاله ايه. مثلا تعرضت لحادث، انكسر السن، صار في اي مشاكل ترجع لنا باي وقت. اوكي. حرصا منا على سعاده مرضانا، احنا ما تنتهي رحلتنا مع المريض فقط لما نركب الاسنان. صحيح. ولكن ان نحب انهم يردون ويزورونا ونطمن عليهم ونشوف يعني تاثير الابتسامه على حياتهم. بس حطينا شرط ان لازم يزورونا كل ستة اشهر. حلو. الشرط هذا عشان حرصا على سلامتهم. يعني وايد يفهمون الشرط هذا غلط. انا والله ليش مسوين هالقيد هذا؟ احنا مو مسوين قيود لصحتك. عشان صحتك. للاسف في ناس تعتقد ليومك هذا على بالنا ان مثلا البرسلان ما يحوش تسوس، انا ما احتاج افرش هالكثر. اي لا غلط. فهو ممكن تصير امراض لثه، تسوسات بالاسنان اللي شايله التركيبات. صحيح. فتعبك والوقت اللي انت استثمرته ويدحق اقوى دكاتره كله راح يروح على الفاضي. صادق. فلما تزورنا اللي هو الفحص الدوري بهالحاله راح يحافظ على النتيجه اطول فتره ممكنه. ويقلل اي مخاطر ممكن تصير. صح. تسوسات وغيرها، وخاصه اذا في زراعه وفي تركيبات تحتاج شويه. طبعا. لاحظت يمكن حماسك الزايد شويه وهذا في محله في عصرنا الحالي لموضوع التجميل. شنو الحالات اللي ممكن يعني يلجا فيها الواحد بحيث انه يستفيد من التطور الهائل في هذا المجال؟ يعني متى قصدك المريض يسوي تجميل حق اسنانه؟ اي او انه اي شيء ثاني ممكن يفيده ويحل فيها ابتسامته واسنانه. حلو سؤالك وايد. غير تسوس واشياء، انا قاعد اتكلم اشياء تجميليه. انا لما يعني احب ان اجعل مثل خلينا نقول او اخلي اجعل حلوه اخلي مفهوم تجميل الاسنان شامل اكثر. اي ما ابي تجميل الاسنان يكون محصور فقط انه والله خلنا اسوي ابتسامه هوليوود 10 اسنان فوق و10 اسنان تحت. اي خطا. تجميل الاسنان لازم يتفصل على احتياجات المريض. صح. يعني يجيني مريض اسنانه صفتها حلوه
ولكن فيها اصفرار. ممكن يكون حل حق الابتسامه الجميله مجرد تبييض، صح، نضيفه تبييض، مو لازم ان انا ابالغ في العلاج واسوي له قشره تجميليه. حتى لو كانت القشره التجميليه خلينا نقول بيرفكت. مثلا عندي مريض عنده مشكله باربع اسنان، هم مفهوم انه والله لازم 10 اسنان، هذا وايد غلط. يعني لازم الدكتور يفكر دائما، يحط محل مكانه محل المريض، صحيح، شنو افضل شيء حق مصلحه المريض. ساعات اربع اسنان او سنين يوصلون حق النتيجه اللي هو محتاجها. لان اوفر يعني لان اوفر بالضبط. ف يعني من اللي يحتاج التجميل؟ انا عندي في حاله انعدام الثقه بالابتسامه. اذا انت انحطيت بموقف تبي تصور بكاميرا ولا بمناسبه اجتماعيه وحاسه ان ابتسامتك سببت لك نوع من الاحراج، هني لازم تتعامل مع هذه المشكله. صح. كم مره تفكر بالمشكله خلال هذا اليوم؟ تلجا حق طبيب يكون دائما انا اقول دوروا على ذوي الخبره، يكون عندهم مؤهلات علميه قويه، فنانين في الرؤيه، فنانين في الرؤيه، ينصحك الضمير. دكتور حريص على ان مرضاه يدعو له عقب 10 سنين، عقب 20 سنه من ما يشوفهم. صحيح. مو بس حريص على النفع المادي اللحظي الحين. بالضبط. فهني تتفصل خطة العلاجية على حسب احتياجات المريض. ممتاز. ويستفيد. يعني من النصيحة اللي تقدمينها خاصة للي مسوين ابتسامة هوليوود وغيرها ومركبين تركيبات، أنه لابد يكون عناية منزلية وعناية أيضا متواصلة طبعاً مع طبيب. طبعا يعني إضافة إلى الخيط وإضافة الووتر بيك وغيرها لتفريش الأسنان، شنو ممكن تفيدينهم فيه؟ سؤالك وايد حلو. وايد من المرضى يسألون دكتورة كم العمر الافتراضي حق تركيباتي؟ أي بالضبط. ماكو دراسة ليومك هذا تعطيك يعني وقت معين وعقبها اكسباير. ما في. والسبب ان عنايه المريض تلعب دور كبير في العمر الافتراضي. صحيح. انا لو اعطيك احسن تركيبه بالدنيا قويه مسكره الاشعه بيرفكت، اذا انت ما اعتنيتي عمرها راح يقصر. النصائح اللي اعطيها حق مرضاي، طبعا العنايه اذا كانت الاسنان مثل ما قلنا دقيقه، العنايه فيها بالبيت نفس الاسنان الطبيعيه. صح. ما تحتاج عنايه زايده، يعني تفرشون مرتين باليوم، تستعملون خيط الاسنان مره باليوم، او خلينا نقول الووتر فلاسر او الووتر بيك اللي هو الخيط المائي يسمونه. صحيح. هم وايد سهل حق الناس اللي متعودين على الخيط العادي. صحيح. تزورون الطبيب المراجعه الدوريه كل 6 اشهر، تبتعدون عن الشغلات القاسيه حيل. اللي هي دائما انا اقول ممنوعات على التركيبات هي نفس الممنوعات على الاسنان الطبيعيه. صحيح. يعني الناس اللي ياكلون ثلج. ايه. في ناس يمزجون مثلا على بعض المكسرات اليابسه نفس البنك وغيره. مو صحيه للاسنان. صحيح. اذا انتم التزمتوا بهالاشياء، واللي يستعملون اسنانهم يعني هذول ادري زمان الطيبين بس يبطلون بول وهالسوالف، فماذا غلط؟ يا ساتر. غلط. يمكن قبل لا يعني لان ما قالنا دقائق على نهايه البرنامج، بس سؤال، البعض يسوي خلينا نقول ابتسامه هوليوود وبعدين تحسف، يمكن ما ضبطت. هني المشكله من وين؟ من الدكتور ولا لانه هو يعني ما اقتنع؟ يا ما اقتنع، ما سوى شيء صح. لما تقول ما ضبطت قصدك انه قام يعاني من مشاكل عقبها؟ لا يعني شكله مو مرتاح، مو راضي على شكله، مع انه كان متوقع انه خلاص بيصير نجم من نجوم هوليوود او بتصير نجمه من نجمات هوليوود. شوف هو سؤالك وايد حلو. وايد خلينا نقول تجميل الاسنان مثل ما قلت لك يعني لازم يحتاج دكتور عنده خبره. صحيح. لازم يفهم توقعات المريض. عشان كذي وايد مهم اللقاء الاول بين الطبيب والمريض، التشخيص الصحيح. يعني انا دائما احب استعمل عباره start with the end in mind، اللي هي خلينا نقول ابدا والنهايه في ذهنك، اللي هي العاده الثانيه من العادات السبعه، 7 habits. أيوة. هذا كتاب المميز. نعم. انزين. ليش الطبيب لازم لما يشوف المريض دائما يتخيل او يتصور النتيجه النهائيه ويفهم المريض شنو وده يوصل له. صحيح. وبهالطريقه يقدر يعني خلاص هي دزن فيل المريض، المريض ما يحس انه والله مو هذا اللي انا كنت ابي. الشغله الثانيه دقه الشغل نفسه. وايد يسوون تجميل اسنان ويعانون من مشاكل نفس الرائحه الكريهه، التهابات اللثه بعدين. اذا كان الشغل دقيق مستحيل تصير هذه المشكله. صادقه. يعني انا قاعده اقولها الحين وعلى الهواء على البلاطه، يعني مستحيل. واذا اي احد يقدر يعني ليش نسبه حدوث المشكله هذه عند مراجعيني 0%؟ مو ما هي مساله حظ، هي دقه، هي دقه بالعمل. صحيح. وحرص الدكتور على مصلحه المريض. وان شاء الله كان الدكتور مخلص ويعني شرح ان شاء الله. أي. ايضا فبالتالي هذا راح يكون في فائده للمريض. جواك الله استاذ الله. حياك الله دكتوره، شرفتينا في صباح الخير يا كويت. الشرف لي، مشكوره للاستضافه. سلمت وحفظك، خلي لي شلنا. خلصنا عبد الرضا، خلصنا شيء البرنامج. فكل الشكر فعلا ضيفتنا الدكتوره مها عبد السلام، اختصاصيه تجميل وطب الاسنان الشامل. وفعلا وصلنا لنهايه الحلقه اللي كانت طبعا ما شاء الله بضيوفها الكرام اليوم، خلينا نقول في
طغيان للعنصر النسائي، لكن بجداره فيعطيهم الف عافيه ضيفاتنا الكرام، وايضا قواك الله يا غاده، وايضا زميلتي منيه، وان شاء الله راح نجدد اللقاء يوم الغد باذن الله. ان شاء الله اكيد. من البيت العامر كويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر، كنا بنكون دايم. سلام. في امان الله.